من مؤسسات الإمام الصدر سور جنوب لبنان أحييكم مشاهدينا معاً في سبيل توطيد الثقة بالذات والله والآخر. هذا هو عنوان اللقاء التضامني الروحي الرابع الذي تنظمه جمعية أديان. في هذا الوقت تدور صلاة المسيحيين في هذا المبنى وأدعية وخطب المسلمين في ذلك المبنى، ولعل التضامن يبدأ بتقبل الاختلاف. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. هو لقاء سنوي بيصير، وهدفه انه يجمع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين حول قيمهم الروحيه المشتركه، يعني هدف اللقاء انه نذكر العالم، نذكر المسيحيين ونذكر المسلمين انه في مساحات كبيره بتجمعنا، وخاصه على مستوى القيم، اليوم مثلا كنا عم نحتفل بقيمه الثقه. ولقاء جمعية أديان الذي حضره رجال دين وفعاليات اجتماعية وتربوية من الطوائف اللبنانية كافة جرى في مؤسسات الإمام موسى الصدر. أول رجل دين بلبنان هو الإمام الصدر اللي بدأ دعا للحوار الإسلامي المسيحي، وكان أول رجل دين بيعمل عزة بالكنيسة، كنيسة كابوشية، بأيام الصوم عند أخواننا المسيحيين. إنما هذه الجوهرة في الكرة الأرضية ينبغي أن نصونها، وصيانتها لابد أن تكون بتآلف القلوب، أن يعرف كل منا ما عليه من واجب وما له من حقوق، ولا يطغى أحد على أحد. لقاء التضامن الروحي الرابع تضمن كلمات تدعو إلى التآلف والانفتاح. هو تأكيد على أن الرسالات السماوية هي ليست رسالات من أجل الصراع أو الحرب أو التنازع أو التنافس، إنما الرسالات السماوية هي رسالات تكاملية بين البشر. وأغاني وطنية من مدارس إسلامية ومسيحية، وشعرا عن السيدة مريم العذراء التي تجمع المسلمين والمسيحيين. كف ترينا كيف يرفع حبنا منا، ويبني صدقنا الأوطان، واسم يعلم أرضنا كيف السماء توحد الإنجيل والقرآن. وتضمن الحفل أيضا رسالة اللقاء التي تدعو إلى تجديد العهد بأن نكون مصدر ثقة للآخرين. وفي الختام تكريم رئيس اللجنة الأسقفية للحوار الإسلامي المسيحي في لبنان المطران سليم غزال. هذا ما توصي به كل الأديان، أن الله محبي، وكل من سلك طريق المحبي يكون قريب لله ولإخوته بني البشر. في النهاية مشاهدينا، أنا بين أخت محجبة وأخت راهبة لأطرح سؤالا واحدا على كل منهما بكلمة واحدة، برأيك كيف يدوم العيش المشترك في لبنان؟ الاحترام. بالاحترام سور لينا. بالمحبة. بكل احترام ومحبة، كان معكم توني طوق اليوم على الحرة من لقاء الأديان سور جنوب لبنان.